ملي كنا صغار كنا كنحلموا باش حتى حنا ندخلوا لي ستوديو كبار نتلاقاو مع الناس كبار. كنتفكر ديك اللحظات ملي كنت كنحلم بلي كنقول اواه حققت هذا الشيء فهمتي. صراحه واحد الاحساس لي هو غريب. كان من بومالن من جهه ورزازات المعروفه بالالحان الجميله يعني واحد الثقافه موسيقيه عجيبه اللي خلات لو غروب تاسوتا يجيو لكازا ونخدموا معاهم في لي ستوديو هيبه. اول لقاء مع السي عزيز السحماوي كان لقاء زوين صراحه. كتكون ديك الحشبه وديك الشيء ولكن ملي جينا صافي راه كل شيء هو هذاك. احنا عندنا بزاف ديال الافكار على داك لو ريتم ديال احيدوس. حنا عطينا داك لو ريتم وهو عطانا لي زيدي اللي خصنا نديروهم باش نزينو شويه في البوكال. تتبقى دائما تما تي تاريدي وانا نديرو لها واحد المرايا باش ما تبقاش روتينيه. دونك تي كادا كادا تاندا تاندا دا 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 وشي حاجه اخرى نشوفوهم نقاط وحده بوحده. احبابي بموزون يا زريو من ديمو بينك استقربا. الأعضاء ديال تاسوتا متعطشين للتجديد، ملي تقول لهم شي فكرة جديدة تعربوها تيشوفوا واش راه صالحة لينا هادي ولا ما صالحاش، لأن ما نساوش أنهم عارفين أش بغاو. غير الدراري. نعم القرا قبورني أنت تكش من تار الأخر صافي. مرحبا مرحبا. كنكونوا خدامين بحال ما هكا شوية كيقول واحد الكلمة بأمازيغية. غادي نقولوا من الأول. من الأول. دم زوارو. دم زوارو وي. كنبقاو حتى حنا غاديين معاه كنهضروا حتى حنا بالامازيغيه. هي في الحقيقه طريقه باش تقول لاخر راه تنفهمك راه نقدروا نهضروا راه ما راحناش بعاد احنا قراب. كاين واحد تضامن بيناتهم وكانهم عائله واكثر من عائله. تيمشيو مشي تراجل واحد تيهضروا واحد. الدراري كاع ديال تسوتاني مالا راهم عائله واحده. تجمعنا وكرينا الجروب وقلنا راه واخا اننا في قريه هامشيه ولكن داك الموروث اللي عندنا خصو ما يضيعش. داك الشيء علاش حنا خدامين باش نوصلوه للعالم ان شاء الله. مزيان بنادم يكتب تاريخ ديالو. الحقيقه يا با دو سيكري سي اون هيستوار دانفستيسمون tout simplement. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire.